اليوم كانت احدى الفعاليات لمنظمة امريكيون من اجل الدفاع عن حقوق البحرينيين، ومن النقاط التي وددت المشاركة بها نقطة ان الحراك الشعبي في البحرين خلفه مطالب ديمقراطية عادلة منذ الخمسينات وما قبل ذلك، وراءه مطالب مثل محاربة الفساد ومحاربة سرقة الأموال وسرقة الأراضي ومحاربة التجنيس والتمييز، والمطالبة بنظام انتخابي عادل وبقضاء مستقل وبدولة قانون ومواطنة متساوية. قلت أن هذه هي التهم الحقيقية التي على أساسها تم اعتقال زوجي إبراهيم شريف وباقي قيادات المعارضة الـ13 الذين تم محاكمتهم عبر محاكمات صورية، وتم تعذيبهم لأكثر من 3 أشهر، ثم زجوا بهم في محاكم مدنية صورية انتهت بتثبيت الأحكام التي نطقت بها المحاكم العسكرية. الدولة ما زالت تحاول استخدام ورقة الطائفية وتشويه حقيقة أن هناك مطالب ديمقراطية عادلة مؤجلة منذ الخمسينيات والأربعينيات وما قبل ذلك، ونحن بوجودنا هنا وبوجود كافة المنظمات الحقوقية المتزايدة نصر على إرسال على مواصلة التحدث بالحقيقة، التحدث عن الحقيقة، والإصرار أن شعب البحرين يستحق مثل كل الشعوب التي تتمتع بديمقراطية حقيقية وبمشاركة سياسية فاعلة في المجتمع. وأعتقد أن هذا اليوم قريب، لأن المنظمات الحقوقية وأكبر الشخصيات الحقوقية ومنها السيدة نافي بيلاي وبان كي مون يدعمون توجه الشعب البحريني السلمي، يدعمون الحوار الحقيقي، يعرفون المنظمات الحقيقية من المنظمات المزيفة، يعرفون التقارير الحقيقية التي تعكس واقع الشعب البحريني من انتهاكات وتعذيب واعتقالات يومية وحصار، ومن المنظمات المزيفة والتقارير المزيفة، وشعب البحرين سينتصر وسينال الديمقراطية التي يستحقها في القريب العاجل إن شاء الله.